في كتير طرق وسط الحياة تاهوا فيها ناس وطرق تبان مفروشة ورد وتنتهي بألم وضيق، لكن الطريق للفرحة وطريق الخلاص عند المسيح. أصل المسيح أهلا بكم أحباء المشاهدين الكرام في كل مكان في العالم في حلقة أخرى جديدة من برنامج فكر المسيح. موضوع حلقة اليوم من برنامج فكر المسيح مدن اللاويين ومدن الملجأ. يا ترى ما هو المقصود بمدن اللاويين؟ من هم اللاويون؟ وأين وجدت مدنهم؟ وكم مدينة موجودة للاويين؟ كم عدد المدن التي حددها الله للاويين؟ وما علاقة مدن اللاويين بمدن الملجأ؟ وما هي الفكرة الروحية من وراء مدن الملجأ؟ عددهم قد إيه؟ أسماء المدن، مكانهم، طريقة الوصول إليهم، المدلولات الروحية لمعنى كل اسم. عموماً هناك الكثير والكثير من الأفكار الروحية التي أصلي من أعماق قلبي أن تكون سبب بركة لجميعنا في هذا الوقت. دعونا أحبائي المشاهدين نبدأ أولاً القراءة من سفر يشوع الأصحاح 20. سفر يشوع أصحاح 20، وهقرأ كمان جزء من سفر يشوع أصحاح 21. ليه أنا اخترت سفر يشوع؟ لأن يشوع أصحاح 20 بيقدم لنا مدن الملجأ، ويشوع أصحاح 21 بيقدم لنا مدن اللاويين. علشان كده يبقى سهل جدا نقرأ مدن اللاويين مع مدن الملجأ في جزء واحد من كلمة الله. أرجو مرة أخرى عزيزي المشاهد أن تلاحظ أن القراءة التي سأبدأ بها من سفر يشوع أصحاح 20 ثم سفر يشوع أصحاح 21. في يشوع 20 مدن الملجأ، في يشوع 21 مدن اللاويين، وهشرح العلاقة بين مدن اللاويين ومدن الملجأ. بعدها سنعود مرة أخرى إلى أسفار العهد القديم، إلى سفر الخروج أصحاح 21، وإلى سفر العدد أصحاح 35، وإلى سفر التثنية أصحاح 19، حيث نجد أيضا هناك الحديث مرة أخرى عن مدن الملجأ. موضوع هام جدا جدا، موضوع شيق للغاية، موضوع أتمنى بنعمة الرب أن يكون سبب بركة لجميع السادة المشاهدين في كل مكان في العالم. دعونا نقرأ من كلمة الله الصالحة من سفر يشوع الأصحاح 20. يقول الكتاب: وكلم الرب يشوع قائلا: كلم بني إسرائيل قائلا: اجعلوا لأنفسكم مدن الملجأ كما كلمتكم على يد موسى، لكي يهرب إليها القاتل ضارب نفس سهوا بغير علم، فتكون لكم ملجأ من ولي الدم، فيهرب إلى واحدة من هذه المدن ويقف في مدخل باب المدينة ويتكلم بدعواه في آذان شيوخ تلك المدينة،
فيضمونه إليهم إلى المدينة ويعطونه مكانا فيسكن معهم. وإذا تبعه ولي الدم فلا يسلم القاتل بيده، لأنه بغير علم ضرب قريبه وهو غير مبغض له من قبل، ويسكن في تلك المدينة حتى يقف أمام الجماعة للقضاء إلى أن يموت الكاهن العظيم الذي يكون في تلك الأيام. حينئذ يرجع القاتل ويأتي إلى مدينته وبيته إلى المدينة التي هرب منها. فقدسوا قادش في الجليل في جبل نفتالي، وشاكيم في جبل أفرايم، وقرية أربع هي حبرون في جبل يهوذا، وفي عبر أردن أريح نحو الشروق جعلوا باصر في البرية في السهل من سبط راؤوبين، وراموت في جلعاد من سبط جاد، وجولان في باشان من سبط منسة. هذه مدن الملجأ لكل بني إسرائيل وللغريب النازل في وسطهم لكي يهرب إليها، كل ضارب نفس سهوا فلا يموت بيد ولي الدم حتى يقف أمام الجماعة. ده بالنسبة لمدن الملجأ في يشوع 20. في أصحاح 21 من سفر يشوع الأصحاح بالكامل بيتكلم عن مدن اللاويين. يقول الكتاب: ثم تقدم رؤساء أباء اللاويين إلى أليعازار الكاهن وإلى يشوع ابن نون وإلى رؤساء أباء أصباط بني إسرائيل، وكلموهم في شيلو في أرض كنعان قائلين: قد أمر الرب على يد موسى أن نعطى مدنا للسكن مع مسارحها لبهائمنا. فأعطى بنو إسرائيل اللاويين من نصيبهم حسب قول الرب هذه المدن مع مسارحها. ويبدأ الكتاب يسجل لنا في أصح طويل أسماء المدن إلى أن يصل إلى الآيات رقم 43 إلى 45، فيقول: جميع مدن اللاويين في سبط ملك بني إسرائيل في الآية 41: 48 مدينة مع مسارحها. كانت هذه المدن مدينة مدينة مع مسارحها حواليها، هكذا لكل هذه المدن. فأعطى الرب إسرائيل جميع الأرض التي أقسم أن يعطيها لأبائهم فامتلكوها وسكنوا بها. آمين. أحبائي المشاهدين الكرام، في كل مكان في العالم مدن الملجأ ومدن اللاويين. هحكي لحضراتكم القصة ببساطة شديدة ثم نبدأ التأملات الروحية، وأتمنى بنعمة الرب مستندا على قوة كلمة الله وعلى عمل الروح القدس أن تكون تأملات اليوم سبب بركة أبدية لكل من يشاهدها. أولا، يعقوب ابن إسحاق وابن إبراهيم أنجب 12 ابن كما هو معروف لجميعنا. واحد من الاثنى عشر الرب اختاره اللي هو لاوي، علشان سبط لاوي يبقى للرب، والرب اللي اختار كده وقال: انا يوم قتلت كل بكر في ارض مصر قدست لي كل بكر من ابكار اسرائيل، وبالتالي الرب اختار سبط لاوي علشان يبقى هو السبط المسؤول عن الخدمة او الكهنوت. وقال الرب ان سبط لاوي ما يبقاش لي ملك يمتلكه، وبالتالي لما يشوع وصل بالشعب الى ارض الموعد وبدأ يقسم الارض بالقرعة للشعب استبعد تماما سبط لاوي. ليه؟ قال لهم: انتوا نصيبكم الرب، انتم نصيب الرب وفي نفس الوقت نصيبكم هو الرب. وكأن كل لاوي من اللاويين يقول: أنا لحبيبي وحبيبي لي. وبالتالي سبط لاوي لا يمتلك، لكن يعيشوا فين؟ الرب له كل المجد قال يشوع إنك توزع سبط لاوي وسط الأسباط، واختار لهم الرب 48 مدينة. الثمانية وأربعين مدينة لا توجد في منطقة محددة واحدة، لكن قصد الروح القدس أن يوزع اللاويين علشان ينتشروا
بين بقية الأسباط ويعيشوا في 48 مدينة. وهنا أجد الفكرة الأولى، إن الرب قصده أن لا يعيش الخادم منعزلاً عن الآخرين. طبعاً قد ينعزل في فترة من الفترات للصلاة زي ما الرب عمل مع إيليا، كان بيقول له قم اختبئ، وزي الرب له كل المجد ما راح في البرية وقعد 40 نهاراً وليلاً يصلي ويجرب من إبليس، وزي ما موسى انفرد مع الرب على الجبل 40 يوم، وزي ما عاش بولس في صحراء العربية 3 سنين. لكن فكر الله ليس دائما أن يعيش المؤمن والخادم تحديدا منعزلا عن الناس، ده مش فكر الله. فكر الله أن يعيش اللاويون وسط بقية الأسباط. كان من الممكن أن يحدد الله للاويين مكانا ويعيشوا فيه، يبقى كل سبط ليه مكان وسبط لاوي يمتلك مكان ويعيش فيه، لكن ده مش فكر الله. أولا سبط لاوي لا يمتلك لأنه غريب في الأرض، لأنه كلمة لاوي معناها اقتران، إنه مقترن بالله، علشان يبقى تركيز الخادم في العطاء أكثر من الأغز. وفي نفس الوقت قال لهم إنه بقية الأسباط 11 مسؤولة عن سبط لاوي. وهنا نرى أيضا فكرة في غاية الإبداع، أن برغم إن لاوي لا يعمل، لاوي لا يعمل، لكن بعد ما يقبل يعني مساعدات إخوته 11 وتقدماتهم له، بيبقى دخله أعلى من دخل إخوته. أمر عجيب جدا، بافتراض إن دخل كل سبط 100، الرقم 100، هقول الرقم لسهولة الحساب، بافتراض أن دخل كل سبط 100 الإجمالي، كل سبط من الأسباط 11 بيطلع العشر المفروض يقدمه للاوي، فلما يطلع العشر يبقى لما نجمع كل الأعشار هتطلع 110. إذن الإجمالي بتاع دخل لاوي 110، في حين أن صافي دخل كل سبط 90. لاوي كمان الخادم لازم هو كمان يطلع الأعشار، وبالتالي عشره أكثر من عشر أي شخص. وهنا نرى مسؤولية الخادم إنه أمين في مال الرب أكثر من المخدومين، فلما بيطلع هو كمان الأعشار هيبقى 11، 11 عشره من 110، إذن إجمالي أو صافي دخله 99. بعد هذه الحسبة يبقى صافي دخل كل سبط من الأسباط بعد العشر 90، صافي دخل سبط لاوي بعد تقديم العشر أيضا 99. إذن فكر الله أنه رغم أنه لاوي عايش مثل طيور السماء التي لا تزرع ولا تحصد ولا تجمع إلى مخازن، لكن فكر الله أن يميز هذا الصد. والفكرة الثانية أنه ما يعيشوش بمعزل كما قلت عن الآخرين، لكن ينتشر وسط الأسباط. ودي الفكرة اللي قالها الرب في إنجيل متى لما قال للمؤمنين أنتم ملح الأرض. ما ينفعش أبدا تجيب الأكل وتحط الملح بعيد عنه علشان يعمل فيه، ما ينفعش، لازم يدوب، لازم ينتشر الملح وسط الطعام. أيضا أنتم نور العالم، ما ينفعش أبدا نجيب المنارة أو السراج ونضعه تحت السرير أو تحت المكيال، لكن لازم ينير للبيت، لازم يوضع على السراج، يوضع على المنارة في مكان مرتفع. إذن عزيزي المشاهد الكريم، وأتحدث بصفة خاصة إلى الخدام، إلى القسوس والرعاة، إلى الشيوخ والشمامسة، إلى الكهنة وإلى كل الخدام، من فضلك لازم تبقى متاح، لازم تبقى متاح. صعب جدا الخادم طول الوقت يقفل تليفونه، لازم يبقى متاح، لازم يشارك فرحا مع الفرحين، لازم يبقى أول المشاركين في الأفراح، ولازم يبقى أول المتواجدين في الأحزان، ولازم يبقى available، لازم يبقى متاح. مكتوب عن الرب في رسالة فيليبي أصحاح 4، الرب قريب. ومعنى الرب قريب مش معناه أنه قرب يجي، مع أنه قرب يجي،
هذه الآية الرب قريب في فيليبي 4 تستخدم استخداما خاطئا، تستخدم دائما على الكالندر الأجندة السنوية التقويم السنوي، نكتب عليه الرب قريب باعتبار أن الرب قرب يجي. ده مش غلط، لكن مش ده المعنى الدقيق للآية. المعنى الدقيق للآية الرب قريب، الرب في متناول اليد، الرب متاح. بلغة الرسول بولس هو عن كل واحد منا ليس ببعيد. إذن فكر الله أن يعيش اللاويون وسط الشعب عشان يبقوا متاحين، علشان الخادم يبقى قريب من المخدومين، علشان يتحقق في كلام سليمان الحكيم: معرفة اعرف حال غنمك واجعل قلبك على قطعانك. الرب له كل المجد في مفاجأة شديدة قال لموسى وقال ليشوع، مرة لموسى ومرة ليشوع، قال من المدن 48 اللي أخذها لاوي أنا عايزه أطلع 6 مدن ونسميهم مدن الملجأ. إذن مدن الملجأ عددهم 6، 6 مدن للملجأ من إجمالي 48 مدينة للاويين. إذن بقية مدن اللاويين صارت بعد أن خصمنا منها 6 مدن 42 مدينة. إذن الرقم النهاردة اللي هنتكلم عنه 42 زائد 6، 42 إجمالي عدد مدن اللاويين، 6 مجموع عدد مدن الملجأ. نبدأ أولا بالرقم 42 ثم أعود إلى الرقم 6. هل من مدلول للرقم 42؟ قطعا هناك قصد للروح القدس من وراء هذا الرقم. ليه يخلي عدد المدن مدن الملجأ 6، يخصمهم من 48 مدينة للاويين فيصير العدد 42؟ 42 ليها معنيين. المعنى الأول هو مجموع ضرب الرقمين 3 في 14، 3 في 14، لما تضرب 3 في 14 يطلع الرقم 42. إيه معنى 3 في 14؟ وأين نجد في الكتاب حاصل ضرب الرقمين 3 في 14؟ الكلام ده نلقاه في إنجيل متى. نجده في إنجيل متى الأصح الأول، لما يتكلم الكتاب عن سلسلة أنساب ربنا يسوع المسيح، فيقول: فجميع الأجيال من إبراهيم إلى داود 14 جيلا. لاحظ الرقم كام، 14، من إبراهيم إلى داود، ومن داود إلى سبي بابل 14 جيلا، ومن سبي بابل إلى المسيح 14 جيلا. عندنا كم 14 هنا؟ 3. اضرب الرقم 3 في 14 يطلعوا 42. إذن نرى في 42 مدينة من مدن اللاويين 42 جيل من إبراهيم إلى المسيح. وكأن فكر الله أن يوزع الخدام بحسب مشيئته وسط الأجيال، فكل منا كخادم يخدم الرب، سواء خادم متفرغ أو بيخدم الرب مع العمل، عليه أن يخدم الرب كما قيل عن داود: خدم الرب، خدم الرب إيه؟ خدم جيله بمشورة الله. الرب حطينا في جيل، عندنا 42 مدينة للاويين، بنشوف 42 جيل من إبراهيم إلى المسيح، وكأن فكر الله أن يوزع الخدام على الأجيال. مرات كتير نقول فين الخدام بتوع زمان، لكن أنا عايز أقول أن الرب له كل المجد، يغير الفعل لكنه يستمر في العمل، فما زال الروح القدس يفرز ويبرز خداما أفاضل، شباب صاعد واعد موهوب يقيمهم الروح القدس، علشان يستمر هؤلاء بيحملون مشعل سراج الكلمة. شكرا للرب من كل القلب. من جيل إلى جيل، 42 جيل، 42 مدينة
للاويين. إذن كل جيل فيه خدام بحسب مشيئة الله. شكرا للرب من كل القلب. فمش داعي نتكلم عن فين الخدام بتوع زمان. ما زال الرب بيقيم مصنع الله، لم يتوقف عن العمل، وما زال الروح القدس يدرب ودعاء في الخفاء. ما زال الفخار الأعظم في الخفاء يدرب خدام إلى أن يبرزهم علانية في وقت مناسب بحسب مشيئته. فكرة تانية، ليه 42؟ الشعب يوم أن خرج من مصر أرض العبودية إلى أن وصل إلى كنعان الأرض الشهية البهية، توقف الشعب في 42 محطة على مدار حوالي 40 سنة. توقف الشعب في 42 محطة حسب قول الرب كانوا ينزلون، وحسب قول الرب كانوا يرتحلون. كان ممكن يقعدوا في مكان ليلة واحدة 12 ساعة، وقد تصل المدة إلى سنة كاملة. وكان الميقات الوحيد الرب، حسب قول الرب كانوا ينزلون يعني وحسب قول الرب كانوا يرتحلون. ينزلون يعني ينصبوا الخيام، يرتحلون يعني يفكوا الخيام ويرتحلوا. ف42 محطة توقف عندها الشعب في رحلة رائعة جدا جدا اسمها رحلات بنو إسرائيل. حقيقة إبداع شديد، ما أروع كلمة الله. حقيقة يا جماعة كلمة الله عجيبة وبديعة رائعة. في سفر العدد، أنصحكم بقراءة هذا الأصح الخالد، سفر العدد أصح 33، يقول الكتاب: هذه رحلات بني إسرائيل. ويبدأ بقى يقول لنا أسماء البلاد. فارتحل بنو إسرائيل من رعمسيس ونزلوا في سكوت، ثم ارتحلوا من سكوت ونزلوا في إيثام، وبعدين ارتحلوا من إيثام وراحوا فم الحيروث، وتحركوا من فم الحيروث راحوا مجدل، ومن مجدل راحوا إيليم، وقبل إيليم راحوا مارة، من مارة إلى إيليم، ومن إيليم إلى بحر صوف، ومن بحر صوف إلى برية سين، ومن برية سين إلى دفقة، ومن دفقة إلى ألوش، ومن ألوش إلى رافديم، وهكذا 42 محطة. إذن نرى أيضا الخدام، خدام الرب موجودين في كل جيل، وموجودين كمان في كل بلد. موجودين في كل جيل وموجودين في كل بلد. مرات تبقى في نبرة، بعض الأشقاء في الدول العربية الشقيقة بخلاف مصر يقولوا أفضل دولة فيها خدام مصر، مع تقدير الشديد لهذا الفكر. أشكر رب لأجل مصر وعدد الخدام الهائل فيها، رجال الله القديسون الأفاضل، لكن هذا ليس معناه أن بقية الدول العربية ليس فيها خدام. يمكن ما نعرفش خادم شهير في ليبيا، لكن قطعا يوجد لله خدام في ليبيا. ربما لا نعرف خادم شهير في سلطنة عمان، لكن قطعا قطعا يوجد لله خادم وخدام أفاضل في سلطنة عمان، وهكذا. الله لا يترك نفسه بلا شاهد. 42 لاوي منتشرين علشان يقولوا لنا في 42 مدينة، في 42 محطة من محطات شعب الله. أنتقل الآن أعزائي المشاهدين الكرام من مدن اللاويين إلى مدن الملجأ. الرب قال ليشوع، قال له اجعلوا لأنفسكم مدن الملجأ. ليه؟ لكي يهرب إليها القاتل، لكي يهرب إليها القاتل، بس بشرط أن يكون سهوا بغير علم. بمعنى إيه؟ الرب هنا بينظم كيف يتعامل الشعب مع جريمة القتل. الحقيقة وأنا أستعد لحلقة اليوم قرأت كثيرا عن موقف الله من جريمة القتل. هنا يجب أن نلاحظ أن مدن الملجأ وعددها 6 مدن وجدت خصيصا للقاتل سهوا، اللي هو قاتل نفس بغير قصد، اللي هو ما عندوش سبق إصرار وترصد. ليه؟ لأن الإنسان مخلوق على صورة الله، وبالتالي عقاب جريمة القتل
طبقا لمفهوم كلمة الله هو الإعدام. أنا عارف أنه في بعض المجتمعات المتحضرة بتحاول تلغي قانون الإعدام وتحاول تستبدله بأشغال شاقة مؤبدة، لكن طبقا لتعليم الكتاب المقدس، الكتاب المقدس يوافق تماما على عقوبة الإعدام للقاتل. ليه؟ لأنه قتل إنسان، هذا الإنسان مخلوق على صورة الله. اثنين، لابد أن يكون هناك أكثر من شاهد طبقا لتعاليم الكتاب المقدس، فما ينفعش جريمة العقوبة الإعدام تتم برأي واحد، لازم يبقى فيه اتفاق في الرأي، ما يبقاش شهادة شخص واحد. طبقا لتعاليم الكتاب المقدس أيضا لا تقبل دية لشخص قاتل قتل عمدا، القتل العمد لا تقبل عنه دية. لكن إذا الإنسان القاتل حتى لو ارتكب جريمة القتل عمدا وجه سلم حياته للرب واعترف وتاب، تغفر هذه الخطية أبديا، لكن هذا لا يعني أنه ينجو من العقاب الزمني. فحتى لو نفذ في حكم الإعدام يذهب إلى السماء بعد أن يتوب، يعني يتوب ويسلم حياته للرب، لكن ده مش معناه أن توبته وقبول الله له يعفيه من العقوبة الزمنية اللي حددها الله أن قاتل الإنسان سافك دم الإنسان، بالإنسان يسفك دمه. هذا قانون إلهي أقره الله بعد الطوفان. أحبائي المشاهدين، سأواصل حديثي عن الفارق بين القتل العمد والقتل السهو ومدن الملجأ، عددهم 6، أسماء المدن، المعاني الروحية لهذه الأسماء، وإزاي الرب وزعهم في الشرق وفي الغرب، في الضفة الشرقية 3 مدن وفي الضفة الغربية 3 مدن. لكن ناخد اتصال ثم أعاود حديثي عن مدن الملجأ. ألو، يبدو أن المتصل الكريم فتح التلفزيون وبالتالي مش هنقدر نسمعك، ياريت حضرتك تطفي التلفزيون توطي الصوت وتسمعنا من التليفون. ألو، أيوة، أستأذن حضرتك توطي التلفزيون وتسمعينا من التليفون. حاضر حاضر، اتفضلي حضرتك، احنا سامعينك حاليا. الو، ايوه، مساء الخير يا اخ عادل. اهلا وسهلا بحضرتك. انا بشكرك جدا وبشكر كل قناه الطريق وكل العاملين فيها من اجل الدروس الحلوه النافعه الرائعه من درس الكتاب اللي احنا بنبقى قاعدين مشتاقين له اسبوعيا عشان نفهم الكلمه. ربنا يبارك حضرتك. موضوع حلو خالص بالنسبة لسبت لاوي. عايزة أقول لحضرتك يا أخ عادل، ممكن نقول إحنا يا مؤمنين ممكن نعتبر نفسنا المفروض يعني كسبت لاوي إن إحنا سبت مميز بين أولاد الله؟ احنا كويس ما نمتلكش حاجة، لان حضرتك قلت سكلاوي معناه لا يمتلك، لا سكلاوي معناه الاقتران بالله، سكلاوي مسؤول او بقية الاصباط كلها مسؤولة عن سكلاوي، دي حاجات رائعة جدا، لا يحصد ولا يزرع والرب بطيته. كمان اتعلمنا ان احنا يجب ان ندوب زي الملح وسط الطعام، ما ينفعش، لازم ننور. لكن حابة أسأل، لأن أنا دايما بحب دايما أقول لما بسمع الكلمة وبسمع تفسيرات حضرتك الرائعة أو كل أحبائنا، بحب أن أنا أقول طب إزاي إحنا كمجموعة مؤمنين، ما إحنا مش إحنا بنتعلم دروس رائعة جدا، بس لازم كل واحد فينا مش مجرد أن إحنا بنسمع وأن إحنا بنحفظ، مش 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 مبدأنا الحفظ ولا، لكن ازاي نعيش الكلام اللي حضرتك قلته واللي بنسمعه في كل وقت. ده انا حابه النقطه دي دايما
تتركز عند كل إنسان بيسمع كلمة الله. لازم نعرف إن إحنا طب إحنا موجودين ومميزين فعلا، أولاد المسيح مميزين، لكن فين دورنا اللي يعني اللي في القديم سبت لاوي عمله؟ فين شهادتنا؟ فين النور بتاعنا؟ فين الملح؟ فين كلمة الله؟ يعني ده احنا عايز اقول حاجة، وياريت برضو كمنتهز فرصة وجود حضرتك ومستمعين الكتار اللي بيحبوك وكلمة الله على فمك، واقول ان احنا كمسيحيين لازم نحط الكلام ده في دماغنا، لازم نشوف ان احنا مش سامعين، لازم نعرف ان الكلام ده بيتقال كل واحد فينا عشان نعمل حاجه. تعالوا النهارده ندور ونعمل حاجه في امريكا. فاهم حضرتك اخ عادل بيقول انه في مصر الوعاظ وكده، احنا ربنا سمح لنا نيجي امريكا اكيد زي ما ربنا وزع لاوي. ما هو لاوي حضرتك قلت انه انتشر ما بين كل الاسباط، ما خلاهمش في مصر بس. طب اذا انا لو كنت انا من سبت لاوي وربنا جابني امريكا، لازم ليا يكون دور اعمله. فايه الدور اللي انا هعمله؟ انا شخصيا بختار دور للحبايب. بنتهز الفرصه واقول يا ريت كل حبايب ولاد الرب تعالوا ندور على امريكا. لما كان زي ما سمعت ترنيمة والتسبيح اللي كانت بتتقال في المدارس في الأطفال، عشان كده كانت أمريكا مرتفعة. ليه أمريكا هبطت أو ليه أسهمها نزلت؟ عشان منعوا الكلام ده، بالعكس بيمنعوا دلوقتي كلمة الرب في المدارس وبيمنعوا وفي الأشغال في كل مكان. طب إحنا فين دورنا؟ أنا دي اللي خدت أكتر من حقي، بس أنا حابة أخ عادل يوضح لنا قوي. انا عارفه انه على قلبه نقول حاجات كتير، وان انا اتكلمت بسرعه، وان لسه بقيت الرساله جايه جميله هنتظرها طبعا، بس حابه يعني يدينا يقول لنا احنا كاولاد الرب ايه دورنا؟ ايه دور واحد مثلا كبير في السن ما بيعرفش يخرج يسوق؟ ايه دور واحد ما بيعرفش اللغه الانجليزي كويس؟ ايه دور بس عايزين نخدم، عايزين نعمل حاجه؟ فأنا نمرة واحد، ياريت نبتدي بكل اللي بيسمعوني من فضلكم احنا نتحد مع بعض في الصلاة، حتى ولو من أجل طلبة واحدة لمدة مثلا شهر، ان يا رب ترد الأطفال في المدارس، ترد تسبيحتك وكلمتك للأطفال في المدارس بالذات اللي هم يكون بعد الشهر الثاني إن شاء الله. لكن أنا واثقة لو حطينا طلبة واحدة كل ولو شهر كل قدام الرب حيدينا سؤال القلب. أنا بشكرك وخدت أكثر من وقتي، بس أنا مبسوطة يعني جدا جدا من الخدمة، وقاعدة منتظرة بقية الكلام الرائع اللي أنا استفدت منه. أرجو إن كل واحد مستمع ما ياخدش الكلام إنه عظات، لا ياخده قلت إزاي مع حريش العظات دي. شكرا. سلام. شكرا جزيلا لحضرتك على هذا الاتصال الرائع، والفكرة الحقيقة وصلت تماما اللي حضرتك شاركتينا بيها. المتصلة الفاضلة سألت سؤال عن هل دلوقتي كل المؤمنين نقدر نقول عنهم انهم كلهم لاويين، ولا في مجموعة اخرى يعني مجموعة متميزة نقدر نعلمهم لاويين؟ طبعا حديث عن سبط لاوي وتميزه ده كان حاجة في العهد القديم، لكن في ضوء العهد الجديد لازم نقدر نصيغها بطريقة يعني أبسط شوي. حتى لو نستبعد حديثنا الآن عن سبط لاوي، نقول بصيغة أبسط كل المؤمنين اللي قبلوا الرب يسوع المسيح مخلصا شخصيا لحياتهم من اليوم الأول هم خدام، زي السامرية. السامرية من اليوم الأول لخلاصها صارت مؤمنة رغم ان امكانياتها ضعيفه للغايه، يعني امكانياتها ضعيفه جدا جدا، عندها ماضي ملوث، في نفس الوقت هي سامريه، فرصتها انها تخدم وسط اليهود او الجليل صعبه، امراه عندها مشاكل اجتماعيه كتير، عندها 5 أزواج مطلقه منهم، عندها 5 عائلات لهؤلاء ال5 رجال عندها مشاكل معاهم قطعا، لكن بدات تخدم الرب من اليوم الاول. لاوي اللي أقصد بيه اللي هو متى العشار،
من اليوم الأول لقبول الرب بدأ يدعو أصدقائه العشرون أو أصدقائه العشرين. كمان عندنا زكة من اليوم الأول لقبوله للرب بدأ يخدم الرب. إذن كل من قبل الرب يسوع المسيح هو خادم للرب من اليوم الأول، لكن هناك مجموعة محددة دعاهم الله دعوة من بطن الأم. يقول الكتاب بولس قال كده: لما سر الله الذي أفرادني من بطن أمي ودعاني بنعمته، من بطن أمه. زي إرميا الرب قال له: أنت في البطن أنا دعوتك، وأنت في البطن قبلما صورتك في البطن أنا دعوتك. إذن في مجموعة محددة، مش كل المؤمنين، دعاهم الله للخدمة اللي هو التفرغ التام، سواء الخدمة التجوالية أو الخدمة الرعوية. هؤلاء مسؤولون مسؤولية كاملة من الله، الله مسؤول عنهم عن طريق إخواتهم المؤمنين اللي بيعملوا. نضرب مثال: طبيب، هاخد الاتنين أطباء، اختار طبيب وطبيب، كلاهما مؤمن، الاتنين الدكاترة الاتنين مؤمنين، مين فيهم خادم؟ الاتنين خدام، مدام الاتنين مؤمنين. دعا الله أحدهما اللي هو الطبيب الأول مثلا، دعاها الله للتفرغ للخدمة. الطبيب الثاني الذي لم يدعوه الله للتفرغ للخدمة مازال يعمل، الاتنين خدام، لكن الطبيب الثاني اللي دعاها الله انه يعمل فقط دون ان يتفرغ، هو مسؤول عن تسديد احتياجات زميله الطبيب الأول اللي تفرغ للخدمة. هي دي الفكرة الروحية. إذن أختصرها مرة أخرى وأقول: كل المؤمنين هم خدام للرب، لكن ليس كل المؤمنين متفرغون لخدمة الرب. المتفرغون لخدمة الرب مسؤولين مسؤولية كاملة من الله، الله مسؤول عنهم تماما، هو رب الحصاد، هو مسؤول عن الفعل اللي أرسلهم، لكن يستخدم الله بقية المؤمنين غير المتفرغين لخدمة هؤلاء المتفرغون. إذن أقول برضو تأكيدا لكلام الفاضلة المتصلة السابقة، أن 42 مدينة قصد الله أن 42 مدينة تنتشر وسط كل الأسباط، فكر الله أن ينتشر الخدام في العالم. 42 مدينة شفنا الأجيال من إبراهيم إلى المسيح 3 في 14، الله عايز برضو الخدام يوزعوا في كل جيل. وخلونا برضو مع المتصلة السابقة نصلي لأجل أمريكا، نصلي لأجل أمريكا بولاياتها 50، أن تعود مرة أخرى إلى الإنجيل. نفوس كثيرة، أكثر من 300 مليون إنسان، عدد كبير منهم وثنيين، وعدد كبير منهم بينتموا إلى ديانات أخرى وثنية، وعدد ضخم ملايين في أمريكا ما تعرفش المسيح. دي مسؤولية كبيرة جدا جدا على كل مؤمن، مش بس في أمريكا فقط، لكن في كل مدن العالم. العالم كله محتاج للمسيح. الحصاد كثير، فعل قليلون، فاطلبوا من رب الحصاد أن يرسل فعل. مدن الملجأ الرب حددها أنها تبقى 6، وقال أن يهرب إليها القاتل، بس بشرط أن يكون قاتل بغير قصد. ونظم هذه القضية وقالها، موجودة في خروج 21، سفر الخروج 21 لآية 13، بيتكلم عن مدن الملجأ. 2، سفر العدد أصح 35 بيتكلم عن مدن الملجأ. 3:19 بيتكلم عن مدن الملجأ. وأخيرا يشوع 20 بيتكلم عن مدن الملجأ. يبقى عندنا 4 أصحاحات في الكتاب المقدس بيكلمون عن مدن الملجأ: خروج 21، بعد كده سفر العدد 35، 3:19، يشوع 20. القاعدة أن يكون القاتل قتل سهوا بغير قصد. لو عدنا إلى سفر العدد أصح 35، نلقى الكتاب ينظم هذا الأمر ويقول أنه القاتل
القاتل ده يكون لازم انه ضرب بغير عمد، بغير قصد، ما يكونش يعني يقصد انه يقتل. يقول الكتاب في سفر العدد اصحاح 35 الايه 16 بتنظم قاعده جريمه القتل: ان ضربه باداه، والاداه دي حديد، ان ضربه باداه حديد فمات فهو قاتل، ان القاتل يقتل، ده فكر الله. وان ضربه بحجر مما يقتل به فمات فهو قاتل، ان القاتل يقتل. او ضربه باداه يد من خشب مما يقتل به فهو قاتل، ان القاتل يقتل. ولي الدم يقتل القاتل، حين يصادفه يقتله. اذن الكتاب هنا يؤكد القاتل يقتل. وان دفعه ببغضه أو ألقى عليه شيئا بتعمد فمات، أو ضربه بيده بعداوة فمات، فأنه يقتل الضارب لأنه قاتل. ولي الدم يقتل القاتل حين يصادفه. ولي الدم الشخص المسؤول أن يأخذ بالثأر من هذا الشخص. ولكن إن دفعه بغتة بلا عداوة، أو ألقى عليه أداة ما بلا تعمد، أو حجرا ما مما يقتل به بلا رؤية، يعني ممكن يكون بلا تعمد، بلا رؤية مش شايف، بلا عداوة مش قاصد، ما عندوش نية القتل، وهو ليس عدوا له ولا طالبا أذيته، يعمل ايه بقى؟ الجماعة هتقضي، تقضي الجماعة بين القاتل وبين ولي الدم. طيب لغاية ما يقضوا يعمل ايه ولي الدم ده؟ يهرب، يهرب إلى إحدى مدن الملجأ. رب قال إن مدن الملجأ توزع بالتساوي، ثلاثة في الضفة الشرقية وثلاثة في الضفة الغربية. وأنا فكرت ليه ما تبقاش مثلا 4 و2 أو 1 و5، ليه 3 و3؟ علشان تبقى الفرصة متساوية للجميع. لو أنت في الضفة الشرقية انت قدامك 3 مدن، لو انت في الضفة الغربية انت قدامك 3 مدن. مرات كتيرة بنقول ما ذنب الذين ولدوا في مجاهل افريقيا، في ادغال افريقيا، في قبائل وثنية، او في مجتمعات في شرق اسيا، في دول لا تعترف بالمسيح، ايه ذنبهم؟ انا عايز اقول النهاردة ان الله العادل المحب مسؤول انه يوصل صوته والانجيل بطرق مختلفة لهؤلاء، لكنها بطرق متساوية. علشان كده لو في شخص بيعيش في عائلة وثنية في اليابان او في اندونيسيا، او حتى بيعيش في عائلة في افغانستان، وفي شخص اخر بيعيش في قرية من قرى صعيد مصر كل سكانها مسيحيين، أنا عايز أقول النهاردة فرصة هؤلاء متساوية. يبدو المنطق يقول أن فرصة المسيحي مؤاتية أكثر من غير المسيحي، لكن لا، لأن الله عادل، ولأن الله محب، ولأنه هكذا أحب الله العالم، محبته متساوية، ولأنه عادل أديان كل الأرض لا يصنع عدلا، ولأنه عنده سلطان يصل إن سكت هؤلاء فالحجارة تصرخ، يقدر الرب يصل إلى الجميع. إذن الفرصة متساوية للجميع، دي فكرة أن يبقوا 3 شرق الأردن و3 غرب الأردن. يقول الكتاب أسماء المدن، المدينة الأولى اسمها قادش، قادش أول مدينة من مدن الملجأ اسمها قادش. المدينة الثانية من مدن الملجأ اسمها شاكيم. المدينة الثالثة من مدن الملجأ اسمها حبرون. إذن قادش، شاكيم، حبرون، 3 في الضفة الغربية للأردن. بعدها في المدينة الرابعة باصر، المدينة الخامسة راموت، المدينة السادسة جولان، اللي ما زلنا نسمع عنها في نشرات الأخبار في الجولان، نسمع دايما عن الضفة والجولان. عزيزي المشاهد الكريم، المدن الست مدن الملجأ لهم معاني روحية عميقة. المعنى الأول قادش، قادش
هي نفس الكلمة العبرية قداسة، قادس، قداسة، قادش. فأصل الكلمة قادش هي نفسها كلمة القداسة. معنى قادش معناها قداسة. وأمر غريب وعجيب أن القاتل يعيش في قادش. عايز يقول له الرب طالما أنت ارتكبت هذه الجريمة سهوا بغير عمد بدون تعمد، ما كانش عندك نية، فأنت مدعو لتعيش حياة القداسة من جديد. ربما يشعر القاتل بالذنب، لكن الرب النهاردة عايز يقول ان انت هتعيش في قادش. قادش كانت في الاصل واحدة من مدن اللاويين، لكن صارت من بعد ذلك مدينة من مدن الملجأ. قادش معناها قداسة. في نوعين من القداسة، في قداسة شرعية وفي قداسة عملية، والروح القدس بيفصل بين الاثنين. مرة يسمي القداسة واحدة من الاثنين هولي، والتانية يسميها سانت، والاثنين موجودين في الرسالة إلى العبرانيين. مرة كاتب العبرانيين يخاطب العبرانيين باعتبارهم كل واحد فيهم هولي، ومرة يعتبر كل واحد فيهم سانت. إيه الفرق بين القداسة الشرعية والقداسة العملية؟ القداسة الشرعية هو المقام، كل المؤمنين هم قديسون في المسيح، فأنا في المسيح قديس شرعا، مقامي قديس. علشان كده في مطلع كل رسالة من الرسائل الرسول بولس يكتب لكل المؤمنين في كل كنيسة من الكنائس ويقول عنهم انهم قديسين. فمثلا لما يكتب للمؤمنين في كورنثوس يقول لهم بولس رسول يسوع المسيح بمشيئة الله وتيموثاوس الأخ إلى كنيسة الله التي في كورنثوس مع القديسين أجمعين. يبقى كل المؤمنين قديسين، مش مجموعة واحدة ذهبت إلى السماء هم دول القديسون، لا، ما زال على الأرض قديسون. معقولة ممكن يبقى على الأرض وقديس؟ مزمور 16، مزمور 16 داود قال كده، قال القديسون الذين في الأرض والأفاضل كل مسرتي بهم. إذن فكرة خاطئة إن القديس مؤمن مات راح السماء بقي قديس، فكرة دي مش مظبوطة إطلاقا. كل المؤمنين اللي قابلوا الرب مخلصا شخصيا لحياتهم هم شرعا مقامهم قديسون في المسيح. الكلام ده مش بس بولس قاله للمؤمنين في كورنثوس، لكن قاله كمان للمؤمنين في غلاطية. يقول لهم وبيخاطب المؤمنين في غلطية بيأكد ان كل المؤمنين ايضا قديسين تماما، وهكذا يستمر في كل الرسائل يأكد ان كل المؤمنين قديسين. قال كده لكولوسي، وقال كده المؤمنين في فيليبي، وقال كده لكل المؤمنين في كل الكنائس. ده النوع الاول من القداسة، القداسة الشرعية. لكن يقول الكتاب كونوا قديسين. بيقول لمين؟ للقديسين. بيقول لهم كونوا قديسين. ازاي؟ ما هو قديس، بنقول له ازاي كونوا قديسين. زي ما انت مقامك قديس شرعا، كونوا قديسين قداسة عملية، في الافكار، في الاقوال، في الافعال. علشان كده اول مدينة من مدن الملجأ مدينة قادش. عزيزي المشاهد الكريم، الرب النهاردة بيرحب بيك في مدينة الملجأ، مدينة الملجأ الحقيقية ربنا يسوع المسيح. مدينة الملجأ صار لنا من الله حكمة وقداسة وبرا وفداء. ليه مدن الملجأ عددهم 6؟ علشان تبقى. أنا سمعت يعني شرح كتير ليه 6. البعض قال عشان أيام العمل في الأسبوع 6، والبعض قال علشان 3 في الضفة الشرقية و3 في الضفة الغربية إشارة إلى الثالوث وهنا وهناك. لكن أنا عايز أقول إن الفكرة التي أجد راحة في قلبي تجاهها إن الرقم 6 لمدن الملجأ علشان يبقى الرب يسوع المسيح رقم 7، عشان يبقى هو مدينة الملجأ الحقيقية، علشان اللي يدخل لهذه المدينة يتمتع قادش القداسة. 2، شكيم. شكيم المدينة الثانية، حلوة قوي معنى اسم شكيم. شكيم أيضا كلمة عبرية معناها كتف،
كتف، وكتف معناها قوة. إذن لن يتركك الرب ضعيفا، وأنت في مدينة الملجأ ستعيش في شكيم. كتف قوة، من أقوى الأجزاء في جسم الإنسان الكتف، يقدر يشيل. علشان كده مرات بتبقى حاجة تقيلة الواحد يحط يشيلها على كتفه. ليه؟ لأن الكتف يشير إلى القوة، والرب لما بيحملنا بيحملنا على كتفيه. شكرا للرب من كل القلب. إذن كتف يعني قوة، والمؤمن عنده مصادر عديدة للقوة. الكتاب المقدس يخبرنا عن عشرات المصادر للقوة. فالآب مصدر من مصادر القوة، هو إله كل نعمة الذي دعانا إلى مجده الأبدي في المسيح يسوع. بعدما تألمتم يسيرا، هو بيعمل أربع حاجات من ضمنهم يقويكم. إذن الآب يقوي. الإبن المصدر الثاني للقوة، مكتوب عن الرب يسوع، قال عنه بولس كده: أستطيع كل شيء في مين؟ في المسيح الذي يقويني. الروح القدس مصدر ثالث للقوة، لكنكم ستنالون قوة ما تحل الروح القدس عليكم وتكونون لي شهودا. واحد يقول بس ده في حادثة يوم 50. بعد كده كمان لكي تتأيدوا بالقوة بروحه في الإنسان الباطن. كلمة الله المصدر الرابع للقوة، يقول عنها في أعمال 9: تناول طعاما فتقوى. كلمة الله، ومكتوب عن كلمة الله: لست أستحي بإنجيل المسيح، رومية 1، لأنه قوة الله للخلاص. أيضا النعمة مصدر من مصادر القوة، فتقوى أنت يا ابني بالنعمة التي في المسيح يسوع. الفرح بالرب مصدر من مصادر القوة، لأن فرح الرب هو قوتكم. يعوزني الوقت لو استمريت أعدد المصادر الإلهية للقوة. مرحبا بك في شكيم حيث القوة. المدينة الثالثة حبرون، وحبرون معناها شركة. حبرون معناها شركة. رائع جدا أن القاتل اللي المفروض يعيش مطارد يهرب إلى حبرون ويبقى محاط بالكهنة ويعيش في الشركة. يا للمقام الرفيع. كان من المفروض أن ولي الدم يقتله، أو على الأقل يعيش طريدا في الجبال في المغاير، لكنه يعيش في حبرون حيث في الشركة. حبرون بتقع في بجوارها مدينة اسمها ممرة. ممرة معناها دسم، المنطقة اللي كان بيعيش فيها إبراهيم الوقت اللي زاروا فيه الرب، وقت هبوب ريح النهار، كان في ممرة التي في حبرون. حبرون معناها شركة. هناك أنواع عديدة من الشركة. في شركة مع الآب، في شركة مع الإبن، في شركة الروح القدس، في شركة القديسين في النور، في شركة العطاء والأخذ، في شركة الإنجيل. في أنواع عديدة من الشركة. الشركة مع الآب غير الشركة مع الإبن. الشركة مع الآب أني أقف بجوار الآب في التمتع بالإبن. خادم رحلة قال عبارة أنا سمعتها منه شخصيا، قال يعني إيه شركة مع الآب؟ قال يعني أنا والآب بنغمس من طبق واحد اسمه الإبن. أنا والآب نشترك في الشبع بالمسيح. الآب يقول له: أنت ابن الحبيب الذي به سررت، وأنا أقول له: شبعي فيك برتوي منك، أنت إلهي وعيني عليك. الشركة مع الآب معناها أن أقف بجوار الآب، أشترك مع الآب في التمتع بالإبن. الشركة مع الإبن العكس، أن أقف بجوار الإبن، أشترك معه في التمتع بالآب. غنى الآب، الآب ده غني في النعمة وغني في الرحمة، غني في المجد، حبته بلا حدود، غناه لا يستقصى. إذن شركة مع الآب. في شركة الروح القدس، وفي ودي بنشوفها في الاجتماعات. الروح القدس يأخذ مما للآب ويأخذ مما للإبن ويعزينا. في شركة الإنجيل، نشترك معا خدمة الرب أو نخدم خدام الرب فنشترك معهم في الإنجيل. في شركة قال عنها بولس لكنائس مكدونية: شركة العطاء والأخذ. وهكذا أنواع عديدة من الشركة. مرحبا بالقاتل سهوا في حبرون حيث الشركة. رأينا قادش قداسة، شكيم كتف قوة، حبرون شركة، باصر. انتقلنا الآن إلى الضفة الشرقية من نهر الأردن. باصر، باصر معناه حصن. حصن، اسم الرب برج حصين.
يركض إليه الصديق ويتمنى حصن. حصن الرب صخرتي وحصني، عليه اتكل قلبي فانتصر. حصن الرب، حصن مكتوب الساكن في ستر العلي في ظل القدير يبيت. أقول للرب ملجئي وحصني، إلهي فأتكل عليه. الرب نوري وخلاصي، ممن أخاف؟ الرب حصن حياتي، ممن أرتعب؟ إذن القاتل سهوا مرحبا به في المدينة الرابعة، مدينة باصر معناها حصن. المدينة الخامسة راموت. راموت موجودة في جلعاد، وزعت في سبط منسة، في سبط جاد. راموت معناها ارتفاع، راموت معناها ارتفاع. وهكذا يعيش المؤمن في حالة من الارتفاع، في حالة من السمو عند نايا العالم. في ذرى الأفلاك أعلو صاعدا نحو الحبيب، رافع إيدي بفخر وبهتف، طاير زي النسر برفرف، عالي عالي ومليان قوة. أنت أمين وأنا بشهد ليك. راموت حقيقة معاني جميلة جدا. قادش قداسة، شاكيم كتف أو قوة، حبرون شركة، باصر حصن، راموت ارتفاع. المدينة الأخيرة من مدن الملجأ جولان. جولان معناها فرح، فرح في فرح على طول في يسوع، فرح وما فيش تاني دموع. جولان فرح، المدينة الأخيرة جولان، يعني أولها قداسة وآخرها فرح. لكن الإنسان الخاطي البعيد عن الله، أولها نجاسة وآخرها هلاك أبدي، شقاء أبدي، حزن. المؤمن يعيش في سعادة هنا وهناك، سعادة أبدية كما قال الكتاب، هنا في عيشة هنية وهناك في بيت الآب. والخاطي يعيش في شقة، شقة هنا وهناك إن عشت في خطاياك، مصيرك الهلاك لما يسوع يجي. رأينا مدن الملجأ وعددهم 6: قادش قداسة، شكيم قوة، حبرون شركة، باصر حصن، راموت ارتفاع، جولان فرح. يظل القاتل إلى أن تقضي الجماعة، تقضي الجماعة، لأنه عايزين يتأكدوا أنه هو قتل سهوا أم عمدا. علشان ننقذه من ولي الدم يروح يحتمي في المدينة، بعد كده الجماعة تقضي، تجتمع الجماعة علشان تقضي. وبعدين إذا ثبت أنه قاتل سهوا بغير قصد عن غير تعمد، يستمر في مدينة الملجأ، يستمر إلى أن يموت الكاهن العظيم. بعد ما يموت الكاهن العظيم يعود إلى بيته. أما إذا ثبت أنه قاتل عمدا، حتى لو راح مدينة الملجأ، ولي الدم من حقه يذهب إلى مدينة الملجأ، ومطلوب من اللويين في مدينة الملجأ يسلموه لولي الدم. أحبائي المشاهدين، أقول بعض الملاحظات الختامية. من هو ولي الدم؟ من هو رئيس الكهنة؟ وعايز أقول كمان إيه دور اللويين. نبدأ أولا بولي الدم. ولي الدم نقدر نقول عنه هو الرب يسوع المسيح شخصيا. ليه؟ لأنه لما تقرأ خروج 12، الرب نفسه هو اللي كان بيعبر علشان يهلك. الرب يسوع المسيح هو الديان، الآب لا يدين أحد لكن أعطى كل الدينونة للإبن. فرغم أن الرب يسوع هو مدينة الملجأ، مدينة الملجأ لمن يقبله، لكن ستدور الدائرة ويتحول الحمل إلى أسد، الحمل إلى أسد. الرب يسوع المسيح هو الحمل، لكن في وقت من الأوقات هيبقى الأسد. عزيزي المشاهد الكريم، إما أن تأتي إليه كملجأ، الله لنا ملجأ وقوة، لكن لو أنت رفضت المسيح سيتحول في يوم من الأيام إلى ولي الدم. فولي الدم هنا هو الرب يسوع المسيح شخصيا. أيضا رئيس الكهنة، رئيس الكهنة صورة للرب يسوع، ولأن رئيس الكهنة بتاعنا له قوة حياة لا تزول، فهو حي إلى الأبد. إذن استقراري وضماني
في مدينة الملجأ مؤكد، لأن رئيس الكهنة حي إلى الأبد. أقول فكرة أخيرة عن دور اللاويين، الخدام يعملوا إيه؟ لازم يصلحوا الطريق إلى مدن الملجأ، لازم يصلحوا الطريق. الكتاب قال إنهم يصلحوا الطريق. مع مرور الوقت عوامل التعرية، المطر، الرياح، العواصف، ممكن تخلي الطريق غير ممهد. تخيل معي، حتى لو طريق ممهد، لو عشت في مدن من اللي بينزل فيها تلج تلقى الطرق مكسرة، رغم ان الطرق دي كانت ممهدة في يوم الايام بس بسبب المطر الشديد والتلج. مطلوب من الخدام يصلحوا الطريق، ومطلوب يكتبوا يعني لافتات، ساينس، علامات، يقولوا ملجأ 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 ملجأ. دور الخدام انهم يقولوا للناس، يصلحوا الطريق، يشيلوا العثرات من الطريق ويقولوا للناس هذا هو الطريق الصالح سيروا فيه. احنا مطلوب نصلح الطرق، مطلوب نقول للقاتل، نسهل له الطريق، نقول له اجري، ده الملجأ. احنا ما عندناش سكة تانية توصل للسماء غير الرب يسوع المسيح. دوري افضل اقول ملجأ 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 لكل انسان. لازم نصلح الطريق، لازم دورنا ان احنا نصلح الطريق. الفكرة الأخيرة، ان لو واحد من اللاويين هو اللي ارتكب جريمة القتل، وكانت الجريمة دي سهوا بغير عمد، يعمل ايه؟ رغم ان هو قدامه 42 مدينة اسمهم مدن اللاويين، لكن لازم هو كمان يروح مدينة الملجأ حتى لو هو من سبط لاوي. إذن الكل محتاج للرب. ممكن يبقى فيه لقب لاسمك، لكن هذا اللقب اللي قبل اسمك حتى لو لقب كنسي مش كفاية، مش كفاية. يعني ممكن تبقى عندك وظيفة كنسية، شماس، قسيس، كاهن، خادم، راعي، حتى لو أسقف، أيا كان المسمى اللي بيتقال قبل اسمك، أيا كان اللقب اللي بيتقال قبل اسمك، أنت تحتاج إلى الرب يسوع المسيح. ليه؟ لأن كلنا خطاة، الجميع زاغوا وفسدوا معا وأعوزهم مجد الله، ليس من يعمل صلاحا ليس ولا واحد. حتى لو واحد من سبط لاوي عنده 42 مدينة، هو لازم يروح كمان إلى مدينة الملجأ. عزيزي المشاهد الكريم، أتمنى تكون استمتعت معي بكلمة الله. شفنا النهاردة مدن اللاويين ومدن الملجأ، 42 مدينة للاويين و6 مدن للملجأ، مجموعهم 48 مدينة ذكروا في خروج 21، تثنية 19، يشوع 20، سفر العدد 35. شفنا تأملات مباركة. إن نسيت كل شيء، ما تنساش أن كل من يتخذ المسيح ملجأ له فيستريح، يحيا سعيدا مظللا بظله الكريم. تعال للرب النهاردة، تعال خذ المسيح ملجأ. مسيحي صخري لا يزال وغيره الكل رمال. تعال للرب النهاردة، اتخذوا ملجأ. كل من يتخذ المسيح ملجأ له فيستريح. وكخدام علينا نحن نقول للناس ملجأ ملجأ، نقول لهم هذا هو الطريق الصالح سيروا فيه، نقول لهم ليس بأحد غيره الخلاص. وكمخدومين علينا أن نكرم خدام الرب. الكتاب قال من يكرمني، من يخدمني يكرمه الآب. خدام الرب يكرمهم الآب. ألا تشترك مع الآب في إكرام خدامي؟ رب ساعدنا. ما تنساش النهاردة أن المسيح هو الملجأ الوحيد لكل إنسان. لكن واحد يقول لي بس دول اللي عملوا الخطية سهوا، أنا عملت خطاياي عمدا، أعمل إيه؟ المسيح على الصليب اعتبر كل خطايانا سهوا. تخيل، قال للآب كده، قال لله يا أبتاه اغفر لهم لأنهم لا يعلمون ماذا يفعلون. العبارة دي لا يعلمون ماذا يفعلون جعلت كل خطايانا الله يعتبرها سهوا. إذن الفرصة الآن متاحة لك أن تدخل إلى مدينة الملجأ، إذ يعتبر الله أن كل ماضيك الآن عمل سهوا، هيعتبرها فعلت كما قال بولس، فعلتها بإيه؟ بجهالة في عدم إيمان. فرصة ذهبية، تعال الآن، تعال إليه وسلم لي
وحط حياتك بين إيديه، هيغفر ليك خطايا ماضيك ويضمن كل الحاضر فيه. وإلى اللقاء في حلقة أخرى قادمة من برنامج فكر المسيح، الرب معكم. وطرق تبان مفروشة.